السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. يستعد المنتخب المغربي لملاقات المنتخب الجزائري برسم دور ربع نهائي كأس العرب فيفا قطر 2021. المنتخب الوطني وصل لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، فيما وصل المنتخب الجزائري لدور الربع بعدما احتل المرتبة الثانية في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، متأخرا عن المنتخب المصري بفارق البطاقات الصفراء. مباراة المغرب والجزائر ستجرى يوم السبت 11 من دجنبر الجاري على الساعة 8 بتوقيت المغرب. المباراة ستقام على أرضية ملعب الثمامة بمدينة الدوحة القطرية، وبإمكانكم مشاهدة المقابلة بشكل مجاني على القنوات التالية: قناة بإن سبورت 1، قناة بإن سبورت 2، قناة الكأس 1، وقناة الكأس 2. وفيما يلي ترددات القنوات المذكورة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة.